مساء الخير عليكم، ان شاء الله جوزتوا ويكند شباب مع الحال بهايل مع هذا المنظر الجميل تاع لروين رومان تاع تيم غادوي. اكثر من 2000 سنه شوف مازال البافي، مازال الدعوه مالغري الحال، الشتاء الثلج البرد، 2000 سنه زنازيل والدنيا ومازال باش تشوفوا باللي بكري كيفاش كانوا يبنوا حاجه اروعه. بو احنا نشوفوا الحد كيفاش راح يكون هذا بدايه الاسبوع هذا. هايل رانا في ضغط جوي مرتفع، سيتواسيون تيسيكرونيك على مستوى بلادنا مع الامطار اللي عرفتها الاسبوع اللي فات هذايا. عموما الحال شباب، زوج ولا ثلاث سحابات على الواحات وايضا على اقصى شمال شرق الجزائر. نجوزوا لدرجه الحراره ننتظروها قدوة الصباح ان شاء الله مع الفجر ما بين 8-9 درجه على الهضاب العليا من باتنا حتى البيض مرور بالجلفه. على المدن الساحليه ما بين 15-16 درجه، العاصمه عنابه وهرن سخان جايه وايضا شرشل دلس. 11-13 درجه على المدن الداخليه، 13 في غليزان، 11 في قسنطينه، 11 في تلمسان مغنيه، وكذلك منطقة السيق 12 بالبويرة تيزي وزول بليدة البرواقية عين الدفلة عين والسارة، 20-21 درجة على الأطلس الصحراوي، وكذلك على الهوغر والتاسيلي 23 على صحر التنزلت وأقصى الجنوب، و 22 الجنوب الغربي كابني عباس وتندوف، وكذلك منطقة إليزي 21 درجة بورقلة. دوك نجوزو الحالة الوضعية كيفاش تكون الظاهرة بدون تغيير الحال شباب. عموما على معظم المناطق باستثناء سما ملبدة أن سيرف والي بسحب من النوع العالي بدون فعالية على الشمال، والصفا يهم كل مناطق تاع الجنوب من الهضاب العليا للسواحل البحر للسواحل مع المالي والنيجر، سواحل البحر الأبيض المتوسط وسواحل العين تاع البحر الأبيض المتوسط. زوايا رملية ما نساوش تكون دائما على الصحراء الوسطى، خاصة منطقة تينركوك تبعد على حوالي 60 كيلومتر على مدينة تيميمون. بونجوزو لدرجة الحرارة ننتظروها إن شاء الله ظاهرة نهار الغد، دائما شوية دافية سخون الحال شوية، راهي شوية فوق المعدل الفصلي لأنها رانا دون زان فلو دو سود، وهذه الحرارة قادت تمام أوروبا، في أوروبا الغربية كذلك حتى 27-28 درجة، نصيبوها كذلك على العاصمة 28-31 في غليزان واد فضة واد سلي، وأيضا بوحنيفية بولاية معسكر 30 بتلمسان ومغنية، وأيضا سيدي بن عباس ومعسكر وشلف 26 بتيزي وزول بليده، 25 بقسنطينه، 24 بباتنا، 28 بمنطقه البيض الشيخ النعامه ومشريه، 32 ببشار، 35 بتندوف، ما بين 31-32 درجه على الهوغر والطاسيلي، و 33-35 درجه على الجنوب الشرقي الصحراء الوسطى وصحراء تنزلوت، و 40 درجه على بي بي ام برج باجي مختار. بوك ندوزو للملاحه والصيد البحر. البحر يبقى عموما شباب على السواحل، بصح هنا 40 كيلومتر في الساعة يكون جنوبي جنوبي شرقي، هنا يكون جنوبي جنوبي غربي، هذا هو اللي كما قلت لكم الطيارات جنوبية غربية. على السواحل يظهر شباب بصح في اللارج ما هو البحر، في اللارج ما هو البحر، وقد ما اللارج وقد ما يقدر يلحق حتى 50-60 كيلومتر في الساعة، خاصة ما بين الجزر باليار وجزر سردينيا وكذلك على هذه المنطقة. مي على السواحل الغربية يدور إلى شمالي غربي 20 كيلومتر في الساعة. البحر عموما شباب على السواحل الغربية، وأيضا نقدر نقول لهم الدنس حتى التنس فيما يخص الرؤية تكون هائلة من 4-8 أميال بحرية. تيم غاد ختموها بالمعلومات الفلكيه، هذو اللي روين تاع تيم غارد لارك هذايا وعندي كولون هذو يا كيفاش وي، وهذو اللي تكسروا ما وش طبيعه الانسان سير سيرتا. شوف هذو لي كولون اللي مليك قعدوا شادين. غدوه ان شاء الله بدايه الاسبوع يكون الاحد 14 اكتوبر 2018 غروب وشروق الشمس على الجزائر العاصمه وضواحيها. انا ما بقى لي غير نقول لكم ربي دوم غوستكم دائما مع الجزائريه وانا.